السلام عليكم ومرحبا بكم ناس الجياس، كديرونا لايك على هذا الهدف الجميل من نايت سالم. هدف ولا اروع، هدف رائع جدا جدا جدا، هدف خلانا نتفائلوا والرديف شبيبة القبائل من الحسن الى الاحسن والى الجيد ان شاء الله. هذا هدف نايت سالم عن طريق مقصية. ديرونا لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركونا تعليق. فرحة هيسيرية دوك نعطيكم تشاهدوها، فرحة هيسيرية من لاعبي شبيبة رديف شبيبة القبائل، ومع بن صافي كل شيء صافي ان شاء الله. المدرب الميدا راه كان متواجد في الملعب وراه اعجب كثيرا بنايت سالم، وربما راه يرقي راه يلعب مع الكبير. شاهدوا هذا الفرحه تاع لاعبي شبيبه القبائل، خليكم تشاهدوا الفرحه ونرجعكم. فرحة هيسيرية ومبروك لرديف شبيبة القبائل. الطاقم الفني لفريق شبيبة القبائل حضر لمعاينة لاعبي الرديف. المدرب الميدا أعجب كثيرا بإمكانية اللاعب نايت سالم ويعول على الاعتماد عليه في المباريات القادمة إن شاء الله. قلت لكم بالك راه يلعبوا مع الأكابر، حاجة مليحة إن شاء الله. نايت سالم لاعب دائما ما اسمه يبين على مهارات، والحمد لله رب العالمين. يوم سجل هدف جميل جدا، وإن شاء الله يا رب العالمين يكون مع الأكابر اللي عجبوا الرديف وعجبوا هدف نايت سالم. يدينا لايك الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق مع فيديو جديد. سلام خاوتي.